وللمزيد حول هذا الموضوع معنا الدكتور أحمد قربي، مدير وحدة التوافق والهوية المشتركة في مركز الحوار السوري مباشرة من ولاية هاتاي التركية. مرحبا بكم دكتور أحمد على شاشة حلب اليوم. يعني ما الهدف من هذه التعديلات برأيك؟ هل الأمر متعلق فقط بتمكين الوصول إلى المدنيين ومساعدتهم؟ بداية تحية لك وللسادة المشاهدين. أعتقد أنه قراءة الخطوة الأمريكية المؤخرة بخصوص تخفيف العقوبات أو إعطاء استثناء من العقوبات الأمريكية لبعض منظمات المجتمع المدني لابد أن تقرأ في سياق مكون من ثلاث أطر إن صح التعبير. الأمر الأول هو أن الإدارة الأمريكية، إدارة بايدن، منذ مجيئها واستلامها السلطة في الولايات المتحدة الأمريكية هي تركز على أن أحد أهم الأسس التي تقوم عليها هذه السياسة هي دعم الملف الإنساني والتركيز على الملف الإنساني ومحاولة إيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع المحتاجين في سوريا بغض النظر عن أماكن إقامتهم، وبالتالي هذا الأمر يشمل المناطق التي تديرها ميليشيا قسد وميليشيات نظام الأسد إضافة إلى مناطق سيطرة قوى الثورة والمعارضة. النقطة الثانية هي أن هنالك فريق داخل الإدارة الأمريكية وهو من المحسوب على اليساريين وهو طبعا جزء من الإدارة الديمقراطية يتبنى مقاربتين أساسيتين أو استراتيجيتين أساسيتين. الاستراتيجية الأولى هي محاولة تخفيف الوجود العسكري الأمريكي خارج الولايات المتحدة الأمريكية، والنقطة الثانية هي عدم استخدام الملف الاقتصادي كأداة للعقاب. وأعتقد أن هذه يعني أحد تجليات هذا الأمر يبرز من خلال محاولة الإدارة الأمريكية تخفيف العقوبات المفروضة على نظام الأسد. النقطة الثالثة والأخيرة هي أن هنالك ضغط روسي كما نعلم يحاول أن يحصل مكاسب سياسية لتخفيف العقوبات المفروضة على نظام الأسد. شاهدنا هذا الأمر بشكل واضح عندما تم الحديث عن تمديد قرار مجلس الأمن بخصوص إدخال المساعدات عبر الحدود في منتصف هذا العام، واستطاعت روسيا من خلاله تحصيل مكسبين مهمين عندما استطاعت أن تفرض قضية إدخال المساعدات عبر خطوط النزاع، والقضية الثانية دعم أنشطة التعافي المبكر. باعتقادي أن هذه المقدمات هي كانت تشير حقيقة إلى أن هنالك توجه أمريكي لتخفيف العقوبات الاقتصادية على نظام الأسد، وهذا على ما أعتقد هو جزء من صفقة تمت ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وما بين روسيا عندما تم الحديث عن تمديد إدخال المساعدات عبر الحدود في منتصف هذا العام. وهذا الأمر كان له دلائل واضحة عندما تم منذ شهرين عندما تم استثناء خط الغاز العربي من العقوبات المفروضة بموجب قانون قيصر، ثم أتت هذه الاستثناءات لدعم مشاريع التعافي المبكر في مناطق سيطرة نظام الأسد، وهذا على ما أعتقد سيؤدي إلى إعطاء المنظمات غير الحكومية إلى دعم المشاريع التي كانت بالأساس محرومة منها أو التي لا يمكن أن تقوم بها حكومة في مناطق سيطرة نظام الأسد نتيجة. طيب وبالتالي بما أن هذه المنظمات، أعتذر لمقاطعة حضرتك دكتور، بالتالي يعني هذا يقودنا إلى نقطة أخرى، إلى أي مدى يمكن للنظام أن يستفيد من هذه التعديلات لصالحه ولصالح تعويم نفسه أيضا، خصوصا مع يعني بداية التطبيع العربي منذ فترة قريبة؟ حقيقة نظام الأسد كما نعلم جميعا أي فرصة أو أي خطوة يتم اتخاذها يحاول أن يعني يسخرها أو يوظفها في مجالين اثنين. المجال الأول هو المجال السياسي، وهذا الأمر كان واضح من خلال فكرة التطبيع. نظام الأسد يحاول أن يوحي لمختلف الدول بأنه هو الجهة الشرعية التي يمكن التعامل معها، وبأن التخفيف المقاطعة أو عزل النظام لن تساهم في تقدم الحل السياسي، وهذا ما تحاول روسيا حقيقة تضغط به بشكل واضح من خلال محاولة إعادة مقعد جامعة الدول العربية إلى نظام الأسد. النقطة الثانية هي محاولة الاستفادة من كل هذه الثغرات تخفيف العقوبات التي تقوم بها الإدارة الأمريكية من أجل أولا دعم الاقتصاد المنهار حقيقة في مناطق نظام سيطرة الأسد، وتوظيف
هذه الأموال لدعم الجهد العسكري، لأننا كما نعلم أن نظام الأسد هو يحاول توظيف هذه الأموال التي تأتي لدعم المجهود العسكري والمجهود الأمني الذي يشكلان الدعامة الأساسية لنظام الأسد. شكرا جزيلا لك الدكتور أحمد قربي، مدير وحدة التوافق والهوية المشتركة في مركز الحوار السوري، كنت معنا من هاطايا.